السلام عليكم. أنا اليوم بدنا نحكي شوي بمناسبة شهر رمضان المبارك، إن شاء الله بينعاد علينا بأيام تكون بلا وباء ونكون قطعنا هالمرحلة الصعبة. فبدي أتوجه خصوصا لمرضى السكري. مرضى السكري هلأ بتعرفوا في كتير تساؤلات، مين بيقدر يصوم مين ما بيقدر يصوم. التعليمات هي واضحة، نحن بنخاف أكتر شيء عن مريض السكري من 3 شغلات، أكيد النشاء وهبوط السكر أو ارتفاع السكر. كرمال هول ما يصيروا مع مريض سكري، المفروض أكيد يتنسق مع طبيبه، يعني كل مريض بده يروح عند حكيمه ويسأله في نصوم ولا ما في نصوم. إذا كان سمح له الطبيب إنه يصوم أكيد بده يكون موزع له أدويته بخلال فترة الإفطار وفترة السحور. شغلة كتير مهمة بدنا ننتبه لها، ما في مريض اللي هو عنده سكري ويصوم صار مجوز له ياكل أشياء ممنوعة من قبل الصيام. بدنا نلتزم بكل التعليمات وبدنا نلتزم بالممنوعات يلي هي ما لازم ابدا نقرب صوبها، نضلنا متجنبينا خلال شهر رمضان المبارك ونقدر نقطعها. الكلمتين اللي بدي اقولهم انه مريض السكري اللي بياخذ انسولين هو ما المفروض انه يصوم اكيد، لانه بده ياخذ 3-4 شكات انسولين بالنهار، بنحكي بالنوع الاول اللي بياخذوا انسولين كثير. المرضى السكري اللي عندهم مشاكل كلى وقلب وبغسلوا كلى ومشاكل عيون كمان هم ما مفروض انهم يصوموا. مرضى السكري اللي هم النوع الثاني اللي بياخذوا حبوب امرار ممكن ياخذوا ابره مره بالنهار، هول ممكن ينظر بامرهم، يعني ممكن مع نقاشهم مع الطبيب يقدر الطبيب يسمح لهم انه يصوموا بشروطات معينه، اذا التزم فيها المريض ممكن انه هو ياخذ بركه هالشهر الفضيل ويقدر انه هو يصوم. شغلة كتير مهمة، نحنا كمرضى والله سبحانه وتعالى مجوز للمرضى إذا كان الطبيب قال لهم ما يصوموا ما في داعي كابروا إنه نحنا بدنا نصوم، كمان بدهم يوقعوا بمشاكل وبالنهاية ما رح ياخدوا الأجر، بالعكس إذا هن التزموا بتعليمات الطبيب ياخدوا أجرهم كأنه صاموا. أنا بدي أتمنى لهم شهر فضيل مبارك علينا كلنا، وإن شاء الله الله بيعيدوا بأيام أحلى ونكون خلصنا من هالوباء بوطننا الحبيب لبنان. شكراً.